السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت فور منهج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2024 من كتاب جيم الاضواء. وصلنا لغاية يونت 11 وحدة رقم 11، ومعنا النهاردة ليسون 2 الدرس الثاني بيج 139 صفحة 139. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات وهتلاقوا كل المنهج في صندوق الوصف أسفل الفيديو وأهم المراجعات. ونبدأ مع بعض. رود سيفتي، السلامة على الطريق. رود سيفتي. listen and say، استمع وقل. من فوكابلري، كلمات أساسية. سيف، 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 آمن. هلمت، هلمت، خوذة، هلمت، خوذة. لايت، ضوء، لايت، ضوء. رايت، يمين، رايت، يمين. ستريت، مستقيم أو على طول. ستريت. رود، طريق، رود. سيت بيلت، حزام أمان. سيت بيلت. ليفت، يسار. كمل، جمل. سيفلي، سيفلي، بأمان، سيفلي. conjugation of verbs، تصريف الافعال. في regular verbs، افعال منتظمه، دي اللي بحط لها مقطع ثابت عشان احولها من المضارع للماضي. need، needed. need يحتاج، needed احتاج. turn، ينعطف او يتجه. needed turned، يبقى انا المضارع حطيت له ايدي فتحول لماضي. wait، ينتظر. waited، انتظر. cross، يعني يعبر. crossed، عبر. stop، يتوقف. هنا ضعفنا الحرف الأخير وحطينا إيدي عشان الحرف اللي قبل الأخير متحرك. stopped، توقف. park، لو جت فعل بمعنى يركن السيارة أو يركن الدراجة تبقى parked. لو جت اسم بمعنى حديقة، بس لما تيجي فعل بمعنى يركن. expressions and phrases، تعبيرات وعبارات. in danger، in danger يعني في خطر. go straight يعني يتجه للأمام. go straight. cross the road، يعبر الطريق. cross the road. wait for، ينتظر لي. wait for. let's say it right، يلا نقولها صح. هنا right، light، الجي اتش لا تنطق، فالجي اتش هنا silent. right، light. هنا بيقول لي بعض الكلمات يختلف معاها معناها طبقا للنص، زي كلمة right وكلمة bark. طب تعال نشوف كده. وبلاي ان ذا بارك، نلعب في الحديقه. هنا بارك جايه اسم بمعنى الحديقه، يبقى بارك هنا تي اسم بمعنى حديقه. دونت بارك هير، ما تركنش هنا، هي جايه فعل بمعنى يركن. يو ار رايت، انت على حق. تيرن رايت، احود يمين. يبقى الكلمه بتختلف معناها على حسب موقعها في الجمله. بيج 140، صفحه 140. لوك، ريد اند نوتس، انظر، اقرأ ولاحظ. هنا جيب لي مجموعة من الصور. You need a helmet، انت بحاجة لخوذة. On your bike، على دراجتك، عشان لا قدر لو وقعت الخوذة تحمل او تحمي دماغك. يبقى You need a helmet on your bike. You need a seat belt، محتاج حزام امان. In your car، في سيارتك. الصورة التالتة، ولد بيعدي الشارع والاشارة لونها اخضر. You need a green light، محتاج إشارة خضراء أو ضوء أخضر. To cross the road، عشان تعدي الشارع. You need to look left and right، لازم تبص شمال ويمين قبل ما تعدي، يكون عربية جاية كده ولا جاية كده. You need to look left and right. هنا صورة جمل. There are sometimes camels on the road، أحيانا في جمال على الطريق، يعني خلي بالك. There are sometimes camels on the road. هنا صورة حد ممنوع يعوم، عليه علامة كده. You can't swim here، لا تستطيع أن تسبح هنا، أو لا يمكنك السباحة هنا. بيج 141، صفحة 141. You can go straight and turn right، يعني ممكن إيه؟ الذهاب مباشرة ثم تنعطف يمينا أو تحود يمين. You can go straight and turn right. stop here، هنا توقف، توقف. بص، واحد واقف اهو. stop here
and wait for a green light. واستنى الضوء الأخضر عشان تعدي. You can't ride your bike here. لا تستطيع أن تركب دراجتك هنا. يبقى ممنوع تركب الدراجة هنا. You can't ride your bike here. You can't park here. لا يمكنك الوقوف هنا. ما ينفعش تركن هنا. No parking مثلا. يبقى فيها علامات. كل علامة أو كل صورة واللافتة بتعبر عن شيء. لازم يكون حافظ وفاهم دي بتعبر عن إيه. واتبع تعليمات إيه السلامة. You need a nut on your bike. يبقى هلمت. محتاج خوزة في دراجتك. You need a seat belt. محتاج حزام أمان. On your car. في سيارتك. You need a nut light to cross the road. محتاج green light. ضوء أخضر عشان تعدي الشارع. You can't nut your bike here. يبقى you can't ride. مش هينفع تركب دراجتك هنا. ما ينفعش. You can't nut your car here. You can't park. لا تستطيع أن تركن سيارتك هنا. Page 142. صفحة 142. Language focus. قاعدة سهلة. هنا بقولي need. We use need. بنستخدم need when something is important or necessary. بنستخدم need يحتاج لما يكون شيء مهم أو ضروري. بحط subject الفاعل. ثم need أو needs على حسب الفاعل. هنا الاس يعني مثلا مع I أو we أو you أو they. بقول need فقط. طيب مع هي وشي وإت بقول needs زائد الاسم. يبقى الفاعل need أو needs والاسم. You need a helmet. محتاج خوزة. On your bike. على دراجتك. يبقى need أو needs والاسم. طب يا مستر لو قال لي need to أو needs to. الفاعل need أو needs to ثم المصدر. يعني يا مستر need بس بيجي معها اسم. لكن نيتو لا لازم احط فعل فين في المصدر. لازم احط فعل فين في المصدر. You need to look left and right. محتاج تبص شمال ويمين. Choose اختار. You need to be careful on the road. يبقى you need to be careful. محتاج تكون حريص على الطريق. You need a helmet on your bike. You need a helmet. انت محتاج خوذة على دراجتك. You need to be well مصدر. You need to look left and right. لازم تبص شمال ويمين. You need a seat belt. يبقى you need. محتاج حزام أمان في سيارتك. You need safe roads. أو we need. يبقى we need. نحن نحتاج طرق آمنة. You need to be well master. يبقى هنا need to be well master. أو need بس بيقولها اسم. Need to be well master. Need بيقولها اسم. نيد بيجرها اسم. لكن نيد تو بيجرها ايه المصدر. يبقى نفهم القاعدة ونحفظها ونطبقها. Page 143. صفحة 143 وتدريبات عامة على الدرس التاني. السؤال الأول listen. استماع. It's important to be safe on the road. You need a helmet on your bike. You need a seat belt in your car. You need a green light to cross the road. يبقى اسمع واختار. السؤال التاني هي اختيارات على كلمات الدرس. اقرا الجملة وحاول اترجمها واختار الكلمة المناسبة. نجلاء only crosses the road. نجلاء فقط بتعدي الشارع. when the light is green. لما الاشارة تبقى خضراء. my dad يعني ابي needs a nut in his car a seat belt. محتاج حزام امان في سيارته. stop here يعني توقف هنا. and nut and wait for a green light. واستنى الاشارة الخضراء. To be safe عشان تكون بأمان on the road. You not swim here. You can't swim here. لا تستطيع أن تسبح هنا. It's very dangerous. خطير جدا. You can't not your bike here. You can't ride. لا تستطيع أن تركب دراجتك هنا. ما ينفعش. السؤال الثالث قطع ناقص كلمات. I read about road safety. أنا قرأت عن أو أنا بقرأ عن أمان الطريق. I read about road safety. It's important. من المهم to be safe أن تكون بأمان on the road على الطريق. You need the green light. محتاج الضوء الأخضر. To cross the road عشان تعدي الشارع. You need to look right and left. محتاج تبص إيه؟ يمين وشمال. Before you cross the road قبل ما تعدي الشارع. You need a helmet. محتاج خوذة. On your bike على دراجتك. You need a seat belt. محتاج حزام أمان. In your car في سيارتك. In your car. Page 144 صفحة 144.
هنا صحح. You need tool master. You need to look left and right. To. You need a green light. محتاج ضوء أخضر. To زائد المصدر. To cross the road. عشان تعدي الشارع. علي هتبقى needs. عشان فيها اسم مع you show it. أو اسم مفرد أحط اسم. You need to be girl master. You need to go straight. Laura needs to is. لا to be. More careful on the road. السؤال الخامس علامات ترقيم. You can't swim here. هنا ال Y capital. وهنا ما بين ال N و T apostrophe. كان أصلها كان not bad can't. Stop here. استنى هنا. أو توقف هنا. And wait for a green light. ال S capital. ودي جملة يبقى full stop. السؤال الأخير. اكتب باراجراف من 18 كلمة على road safety. أمان الطريق. هكتب العنوان في نص السطر. Road safety. بين علامات تنصيص أسيب مسافة في أول سطر هقوله you need to be safe تحتاج أن تكون آمن on the road. السطر التاني من الأول you need to cross the road تحتاج أن تعدي الشارع when the light لما الإشارة is green بيكون لونها أخضر. You need to look محتاج تنظر left يسار and right يمين before يعني قبل before يعني إيه قبل You cross the road قبل ما تعدي الشارع. كده يبقى خلصنا الدرس التاني من يونت 11 كتاب جيم منهج كونكت فور سنة رابعة. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد. ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.